الطالب أدهم، ما مشكلتك مع المذاكرة؟ إني أعاني من مشكلة كبيرة من النسيان، وليس لدي شغف للمذاكرة، وأضيع كثير من الوقت، وخاصة إني أكره مادة العلوم. لماذا تكره مادة العلوم؟ لا أفهم منها شيئا على الإطلاق، إنها عبارة عن كلمات مرصوصة بجانب بعضها، لا أفهم ما هي وما معناها. تعرف إن شارع العلوم هتعمل مادة العلوم كل التجارب والأنشطة فيها، هتعملها تجربها وتنزل حلقات عنها؟ لا ده انا كده اتفرج بقى يا ده انا كده احب العلوم. لو انت زي ادهم وعندك نفس المشاكل دي، فالحلقه دي معموله علشانك. فتح عينيك وطقطق ودانك وركز معايا. للي ما يعرفش، انا اسمي عبد الله عنان، جبت في ثانويه عامه 99.5 ودخلت كليه هندسه بترول وتعدين سويس، والحمد لله من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي انا محافظ على الرينج ده في المجموع اللي انا هقدمه لك وهقوله لك في الكام ديال جايين دول. فعلا لو انت ركزت فيهم وحاولت تنفذ قدر كبير منهم هيساعدك جدا انك تجيب مجموع كبير باقل مجهود. اسطوره تنظيم الوقت، ايوه هي اسمها اسطوره. انا مش مقتنع بصراحه بكل الفيديوهات اللي انا شفتها على الانترنت وعلى اليوتيوب، وبلاقي ناس كتير بتكومنت عليها ازاي تنظم وقتك، ازاي تعمل جدول تخطط فيه وتعمل فيه بلان انك تذاكر. لان انا بصراحه بشوف ناس كتير جدا جدا، وانتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي هتريليت للموضوع اللي انا بقوله ده، ان انت بتقعد وقت كبير جدا كذا ساعه تقعد تعمل خطه عمل او خطه مذاكره، تحط فيها انا هذاكر الماده الفلانيه من الساعه كذا للساعه كذا، بعد كده الماده الفلانيه من الساعه كذا للساعه كذا، بعد كده لما اخلص هاخد بريك قد كده، بعد كده هعمل من كذا لكذا، وفي الاخر بطه بلدي. ببساطه يا صديقي، انت ضيعت مجهودك اصلا في الاول في تنظيم الوقت اللي انت المفروض عايز ان انت تستغله، فانت ضيعت وقت ومجهود. ده غير ان في كمان مشكله كبيره بتحصل بسبب الموضوع ده، ان انت لما بتعمل الجدول اللي هتنجز فيه الحاجات اللي وراك، فلما بتشوف كل حاجه قدامك انت المفروض تنجز 1 2 3 4 5، اذا كان مثلا هخلص علوم ودراسات وعربي وي وتشوف الورقه قصادك، بيحصل لك احساس داخليا بالانجاز ان انت خلاص اوريدي انجزت الحاجات دي، فبتبتدي تثبت همتك عن ان انت تروح اصلا تنجزها. ويا سلام بقى لو بعت الجدول ده لاصحابك وتقول لهم الله بص يا جماعه شوف انا عملت جدول حلو ازاي وكويس ازاي. كل دي اشارات سبكونشس لا اراديه بتديها لمخك، بتقلل فعلا من مجهودك وشجاعك وحماستك في ان انت تنجز الحاجات دي. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده مش بينطبق على الناس كلها، ده بينطبق على نسبه كبيره مننا، وفعلا اللي عارف مصلحه نفسه من غير جدول او بجدول بيقدر ينجز حاجته. طيب انا يعني منظمش وقتي؟ يعني هتتبسط يعني لما انا منظمش وقتي علشان اذاكر؟ والله انا شايف الحل في الموضوع ده في تكنيك اسمه ايت ذا فروج، كل الضفدع. طبعا ايت ذا فروج او كل الضفدع ده مصطلح ممكن يكون كتير منكم سمعوه قبل كده وشافوه في حتت كتير، بس اللي انا شفته الفيديوهات اللي انا شفتها او الحاجات اللي انا عملت عنها ريسيرش شايفها ان هي بتشرحها غلط. ايت ذا فروج هو مصطلح بيقول كل الحاجة اللي قصادك، او اعمل الحاجة الصعبة الاول وسيب السهل بعدين، وده مصطلح موجود في كتب مشهورة. انا شايف بصراحة انه اترجم غلط في فيديوهات كتير وكلام ناس كتير جدا. هو مش بالضرورة انك تعمل الحاجة الصعبة الاول وتسيب السهلة، ان انت في ناس كتير مننا لو دخلت في الصعب بيبتدي ان هياخد منها مجهود كبير جدا وبيقلل من حماسها، وخصوصا لو الحاجة الصعبة دي ما كملتش هيقتل له اليوم وهيقتل له بقيه الحاجات اللي المفروض يعملها. انا شايف من وجهه نظري ان الحاجات اللي المفروض تاكلها هي الاولويه المهمه الاول مش الحاجه الصعبه، وعشان تعرف انهي ضفدعه اللي المفروض تاكلها فانت المفروض ترتب اولوياتك. هيبقى عندك اولويات اسبوعيه واولويات يوميه، كل اسبوع وغالبا هيكون يوم جمعه او سبت عايزك تمسك ورقه وقلم تشوف انت عندك اولويات ايه الاسبوع ده المفروض تخلصها من المواد، وبتكتبهم في الورقه، ورقه وتكتب فيها كل اولوياتك، المهم تكتبه الاول والاقل اهميه وهكذا وهكذا. كل يوم الصبح تبص على الاولويات الاسبوعيه وتشوف ايه المفروض منها تخلصه النهارده وتعلم عليه، والورقه دي هتكون في محفظتك، في جيبك، في شنطتك، في اوضتك، ايا كان المكان اللي انت موجود فيه تفضل موجوده قدام عينيك باي شكل، والحاجه اللي تخلصها تشطب عليها. صدقني كل ما هتشطب على حاجات اكتر في الورقه كل ما هتحس ان انت بتعمل انجاز وهتحمسك انك تزود حاجات تشطب عليها اكتر. بس خلي بالك اياك تتشتت ما بينهم، ركز على اللي في ايدك وكمله للاخر، ما تشتتش نفسك ما بين ضفدع وضفدع. الحاجه اللي ابتديت فيها والاولويه اللي هتبتدي فيها افضل مكملها للاخر، حتى لو كان عندك اولويه تانيه المفروض كانت تخلص النهارده وحاسس ان مفيش وقت، بس انا انصحك تكمل اللي في ايدك، ان انت لو سبت اللي في ايدك عشان تروح تكمل حاجه تانيه صدقني انت ولا هتحصل دي ولا هتحصل دي.
لان التنطيط فعلا ما بين الاولويات عائق كبير جدا وبيخلي الدماغ مشتتة وبيعمل حالة من الاحباط بعدين، لان انت في الاخر هتحس انك مش مجمع اي حاجة من الحاجات اللي انت ذاكرتها او المفروض تنجزها. لكن صدقني لما تركز على حاجة وتكملها للاخر انجازها هيحمسك ان انت تزود حاجات بعد كده. لو عايز تركز اكتر فانا هنصحك بنصيحة صدقني هتفرق معاك جدا، ابعد عن مكانين كل ما بتبعد عنهم كل ما نسبة التركيز بتزيد اكتر، المكان اللي فيه الموبايل والسرير. واقسم بالله انا لست ساحرا انت نايم على السرير دلوقتي وماسك الموبايل وبتتفرج عليه، فطول ما انت بعيد عن حاجتين دول نسبة تركيزك هتزيد. طيب احنا دلوقتي في عصر اصلا صعب ان احنا نبعد عن الموبايل، ومعظمنا او ما يكونش اكبر من 95% مننا، حتى الشخص اللي قاعد بيكلمكم قدام الكاميرا ممكن يكون عنده ادمان سلوكي ناحية الموبايل وبيحاول ان هو يمسكه كل شوية. هنا هيجي دور المبدأ الجاي او النصيحة الجاية، الراحة جزء من التدريب. صدقني اليوم اللي سمعت فيه الجملة دي وعرفت فيه النصيحة دي حياتي وانتاجيتي اتغيرت كتير جدا جدا جدا. يعني ايه الموضوع ده؟ مفيش لعيب كرة او لعيب تنس او اي حد بيمارس اي حاجة في الدنيا ما بيمارسهاش عدد ساعات على طول متواصل، لا هو مثلا بيمارس لوقت معين وبياخد راحة. وانت بتذاكر انت زيه بالظبط، ما تفرقش عنه اي حاجة، انت محتاج ترتاح عشان تعرف تتدرب كويس. اتدرب مش انا بذاكر، يعني ايه اتدرب؟ في الحقيقة انت ما بتذاكرش، انت بتدرب دماغك على استقبال المعلومات وانك تخزنها وازاي انك تعملها بروسيسنج وتعالجها وانك تخرجها بعد كده من خلال فهمك. فدماغك هو اللعيب بتاعك ورأس مالك. طب ارتاح قد ايه كل قد ايه؟ بص يا صديقي، في تكنيكس كتيره قوي للموضوع ونظريات كتيره جدا، في منهم تكنيك مشهور اسمه البومودورو تكنيك اتكلم عنه احمد ابو زيد، بس انا هلخص لك كل التكنيكس دي في حاجه واحده. لو انت هتذاكر نص ساعه خد قصادهم 10 دقائق راحه، لو انت هتذاكر ساعه الا ربع خد قصادهم تلت ساعه، لو انت هتذاكر ساعه خد قصادهم نص ساعة. خد بالك كل ما مدة المذاكرة بتاعتك ما بتزيد انا زودت لك وقت الراحة وبديك بونس كمان. الله اكبر عليك. وده نظام المكافأة اللي لازم تعود عليه مخك. لو انت قعدت على الكتاب وذاكرت لمدة نص ساعة فانت قصادها 10 دقايق ممكن تمسك فيه يوم الموبايل، تفتح اليوتيوب، تتفرج على شارع العلوم، تستمتع وتظبط دماغك، ترجع تاني. لكن لو زودت على النص ساعة دي ربع ساعة كمان فانت هتقعد قصادها تلت ساعة راحة تاخد بيها الموبايل. طبعا لما بتمسك الموبايل بتحس احساس السعادة والشعور بتاع الساتسفاكشن لان هو بيبقى بعيد عنك، فده بيعمل سبكونشسلي لا اراديا كده في دماغك نظام المكافأة. ولما هتقعد ساعة تذاكر هتاخد قصادها نص ساعة، مرة ورا مرة ورا مرة هتلاقي دماغك وانت قاعد على الموبايل هتقول لك ايه يا اسطى، ما تقوم ذاكر لنا شوية عشان لما ترجع تاخد المكافأة بتاعتك. عمر ما في بني ادم هيقعد يذاكر من اول اليوم لاخره هيقدر يحصل حاجة ولا هيفتكر حاجة من اللي هو ذاكرها، ولا عمر بني ادم هيفضل قاعد طول اليوم بيلعب ويقعد في النص يلقط له كلمتين هيفهم حاجة ولا هيحصلها. مفيش احسن من انك تعمل توازن ما بين التدريب والراحة. دلوقتي انا قلتلك على مبادئ والنصائح لو انت حطيتها في يومك وفي دماغك هتقدر تنجز وانتاجيتك هتزيد. طب هتذاكر ازاي وهتضمن منين اللي انت هتذاكره ده مش هتنساه؟ التكنيك ده بصراحة انا ما قريتهوش ولا شفته في حتة معينة، بس ده من واقع خبرتي خلال سنين الدراسة كلها، شايفه احسن تكنيك اديته النصايح لناس كتير جدا ومشيت عليه وفعلا فادهم وعمل نتيجة جبارة. التكنيك ده قايم ببساطة على 3 خطوات. اول خطوة فيهم اتصفح. ببساطة اول ما تخلص درسك او مدرستك او الكورس الاونلاين حاول في اسرع وقت وياريت ما تتأخرش عن نفس اليوم انك تفر الدرس اللي انت اخدته ده كويس جدا وتبص على عناوينه وتكتبها في ورقة. مش هقول لك احفظ ولا ذاكر ولا امسك كلمة كلمة ولا حرف حرف وفرومه. اهم حاجة تبقى واعي كويس جدا انك تراجع كل اللي انت اخدته وتشرح لك وتعرف عناوينه. وتيجي مهمة الخطوة التانية. الخطوة التانية اشرح، والخطوة دي هتحتاج لازم يكون فيها شخص تاني موجود في حياتك. الشخص ده ممكن يكون والدك، والدتك، اخوك، اختك، صاحبك، صاحبتك. اهم حاجة يكون في شخص تاني تقدر تشرح له اللي انت تصفحته واخدته في الدرس. الشرح هي افضل وسيلة واهم وسيلة تقدر تفهم بيها الدرس اللي انت هتاخده. من النهاية كده لو انت حبيت تتقن اي حاجة وتتعلمها كويس جدا فانت لازم تدرسها،
طبعا انت مش هتكون مؤهل انك تدرس الحاجه دي، فانت ما قدامكش غير انك تشرحها لحد، لان انت وانت بتشرح بتحاول انك تبرز للي قدامك انك متمكن من الحاجه اللي انت هتشرحها له. فبعد مرحله التصفح وانت بتشرحها بعد الدرس، صدقني نظرتك للدرس بتختلف تماما وبتتمكن من كل حته فيه. وارد جدا وطبعا هيقابلك حاجات انت مش فاهمها، لو الشخص اللي معاك اكبر منك حاول ان هو يحلها معاك ويفهمها لك، لو انتوا الاثنين مش فاهمينها فبيتعلم عليها وبتسيبها على جنب وبتبتدي تتنقل للمرحله الثالثه وهي انك تحل. ولو انت اخذت في التصفح والشرح نص ساعه ونص ساعه، فانا انصحك تاخد في الحل ساعتين وثلاثه، لانك كل ما بتحل اكتر كل ما بتدرب دماغك اكتر، راسمالك اللعيب اللي انت بتلعب بيه، لان ببساطه انت بتعوده يعرف الطرق المختصره لحل المعضلات والمشاكل اللي هتقابله. فكل ما بتحل اكتر كل ما هيبقى اي سؤال تاني هيقابلك اسهل، والسؤال اللي هيقابلك هتعلم عليه وهتاخد الحاجات اللي وقفت قصادك من مرحله الشرح ومرحله الحل، وبتروح لمدرسك اللي مطالب باي شكل من الاشكال اكيد يشرحها لك. نص ساعه تصفح ونص ساعه شرح وحل الواجب بتاعك والاسئله اللي موجوده على الدرس من غير دش ومن غير حفظ، صدقني هيديك كفاءه اعلى بكتير جدا من انك تقعد تمسك الدرس كلمه كلمه وحرف حرف تقعد تحفظ فيه. أرجوكم ما تحفظوش، افهموا وحلوا قدر الإمكان. طب بعد كل ده وحاسس برضو إنك بتنسى، والله الناس اللي بتنسى أنا متأكد بنسبة 100% إن هي بتقعد تنكب على الدرس وتحاول تحفظه كلام وتعريف وحاجات كده جنب بعض، وبيحس إن هو مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. والله حاول، لو أنت بتجرب الطريقة اللي أنا لسه قايل لك عليها في المذاكرة دي هتحل معاك مشكلة كبيرة جدا من مشكلة النسيان. ولو أنت مصر على طريقتك فأنصحك إنك لازم تفهم الحاجة الأول. وهقول لك كده على حركة غريبة كمان تعملها بجانب إنك تفهم وطريقة المذاكرة اللي فاتت، هتساعد بنسبة كبيرة جدا وهتزود نسبة إنك ما تنساش، بس ما تستغربوهاش. كل مادة تذاكرها حاول يكون ليها ريحة معينة تكون جنبك، برفان، كوركتر، جاز، قلم الفسفور، الدوكو، حاجات اللي هي ليها روايح مميزة. ولما تيجي تروح الامتحان بتاعها او تحل الواجب بتاعها حاول يكون موجود نفس الريحة دي، لان الروايح بتحفز شوية مراكز مسؤولة عن العاطفة جوه جسم الانسان اللي بتبقى مرتبطة بالذاكرة وحاجات عمرك ما بتنساها. كم مرة دخلت مكان شميت ريحة برفيوم معين او ريحة معينة افتكرت الموقف ده. الطريقة دي غريبة شوية بس بتساعد على فكرة. وممكن تاكل مثلا نوع مستيكة او لبان معين في بقك وانت بتذاكر مادة معينة، وانت بتحل امتحانها تاكل نفس المستيكة تفتكر برضو جزء كبير منها. ممكن يبان الموضوع ان هو خرافة بس صدقني بينفع وبيجيب مع ناس ومثبت علميا، وفي بيبر منشور على الموضوع ده على فكرة. وبص بقى النصيحة اللي تعتبر بسيطة قوي ليها علاقة بالنسيان بس ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، لو انت عدد ساعات نومك قليلة فتأكد بنسبة 100% انك عمرك ما هتركز في حياتك ولا هتفتكر اي حاجة. حاول تحافظ على عدد ساعات نومك لان هي دي راس مال اللعيب بتاعك. كل ما هتنام وكل ما هتحافظ على نومك كل ما دماغك هيكون فايق ويقدر يتذكر معلوماته بسهولة. كده انا تقريبا اديتك اهم النصايح والمبادئ ان انت لو مشيت عليهم هتقدر تعمل تحصيل واستفادة كبيرة في دراستك وحياتك. بس انا عندي كلمتين مهمين حابب ان انا اوصلهم لك. انا اديتك الكلمتين والنصيحتين بس مش هقعد على دماغك واقول لك انت ما نفذتش دي ليه وما نفذتش دي ليه. في الاول في الاخر انت برضو اللي هتكون مسؤول عن التنفيذ، انت بس اللي هتكون مسؤول اذا كنت انت عايز تذاكر او تنجز اولوياتك ولا لا. محدش هيبقى عارف مصلحته غير نفسك. انا نفسي شخصيا في حياتي تخليت عن مبادئ من اللي انا قلتها ووقعت في مشاكل مش كويسة. انت في سنك ده مش مطلوب منك اي حاجة تانية غير انك تكون طالب وتذاكر، وهو حد يضحك عليك ويقولك انك في نظام تعليم فاشل هتعمل ايه بالمذاكرة؟ شوف مش عارف مين عامل مهرجان عامل ايه، بص وصل لايه، المذاكره ما بتاكلش عيش اليومين دول. صدقني مفيش اهم من انك تتعلم وتبني جوه دماغك معرفه حقيقيه وادراك يدي قيمه لنفسك جواك انت بعيدا عن الناس شايفاك ازاي، ويعلم انت نفسك في المستقبل هتكون ايه. مفيش انسان من صغره فطرته طالع ان هو فاشل، اعتقد ان المجتمع حواليه او البيئه اللي حواليه هي اللي بتحوله للحاجه دي. فانت لو بتتفرج دلوقتي فنصيحتي ليك اهتم بنفسك وبمذاكرتك بدراستك، لان هي دي اللي باقيالك وهي دي اللي هتحدد قيمتك بعد كده. مش بقول لك هات اكبر مجموع عشان تخش كليه كذا، بس هات اكبر مجموع تقدر تجيبه عشان تخش الكليه اللي انت عايزها على مزاجك وتدرس اللي على مزاجك. الدراسه والمعلومات كلها بقت متاحه مجانا اونلاين، مفيش اسهل انك تجيب من اي معلومه دلوقتي،
بس انت روح هاتها وتعلمها لنفسك قبل الامتحان حتى. طبعا هفكركم ان احنا هنا في شارع العلوم هنعمل لكم كل التجارب والانشطه العلميه في منهج العلوم من سنه رابعه ابتدائي لثالثه اعدادي. فلو انت مش عامل سبسكرايب دوس سبسكرايب عشان هنطلع لك المتعه اللي موجوده في منهجك اللي انت كنت بتكسل تذاكره وبتخاف منه هنخليه لك اسهل ما يمكن لان احنا هننفذ لك كل حاجه قدام عينيك. بالنبي مش هيسمع التسجيل ده؟ اسمع والله حبيبي 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 بقول لك ما احبش في الدنيا كل احست مني. ولو انت عامل سبسكرايب فانت لازم تدوس زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا اول باول، وطبعا تدوس لايك وما تنساش تحكي للناس كلها ان مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم.